أفضل طريقة للخدمة، يكفي في أهمية هذه الكلمة أن نعرف أن النبي الأعظم صلوات الله عليه قال كما في الحديث في سفينة البحار، هذا الحديث النبي سئل من أحب الناس إلى الله سبحانه وتعالى، الله يحب ياهو أكثر، فقال النبي صلى الله عليه وآله أنفع الناس للناس الأنفع. أكو بعض الناس خير ما بيهم، أكو بعض الناس خير مصدر للخير، بالبيت وجود خير، بالمجتمع وجود خير، يخدم أبوه، يخدم أمه، يخدم إخوانه، يخدم أخواته، يخدم المجتمع، يخدم القريب، يخدم البعيد. وجعلني مباركا، وجود مبارك. أفضل طريقة للخدمة أنه جماعة، يد الله مع الجماعة، اثنين ثلاثة يتشكلون في هيئة لخدمة المجتمع في أي بعد من الأبعاد، في البعد الاجتماعي، في البعد الثقافي، في البعد الاقتصادي، تكفل العوائل الفقيرة، تكفل الأيتام، خدمة المجتمع، طبع الكتب الدينية، نشر الأشرطة، تزويج العازبين والعازبات. إيش قد عزاب الآن أكو في مجتمعنا بالملايين، كم يتيم أكو بالعراق وحده كما تقول الإحصائية، أكو 5 ملايين يتيم. 5 ملايين، تدرون يتيم يعني شنو؟ شايفين يتيم لو ما شايفين؟ يتيم رجل يعني ما عنده ملجأ. تدرون يعني شنو ما عنده ملجأ؟ احنا الآن عندنا بيت، البيت يظلنا من الحار، من البار، من المطر، من الرياح، من الغبار، من الأتربة، من الرطوبة. إذا واحد بيت ما عنده، هذا شنو؟ رجل بلا ملجأ. اليتيم في الحياة يعني طفل بلا ملجأ. الخدمة هي التي تبقى. أنتوا عندما تجون إلى قوم، شنو تجدون في قوم؟ المسجد الأعظم. منو بنا؟ السيد البروجردي، المرجع المعروف رحمة الله عليه. السيد البروجردي باقي ببقاء المسجد الأعظم. عندما تروحون إلى مشهد تشوفون هناك مسجد جوهرشاد. جوهرشاد منو هي؟ امرأة، لكن ملايين النساء كانوا في عهدها، ولكن هذه فكرت وخلدت هذا الأثر وخلدت به. الأثرياء يرحون، التجار يرحون، الرجال يذهبون، أفراد المجتمع كلهم يذهبون، من اللي يبقى؟ الذي خلف أثرا. واحد يحاول يخلف أثر، لا تقولون ما عدنا، من يقدر؟ كل واحد يقدر، أضعف واحد يتمكن يخلد أثر. كان رجل أولاد ما عنده، يوم من الأيام خاطب الله تعالى، يا الله أنا أولاد ما عندي، عندما أموت أنتهي، لأن ماكو ذرية تبقيني، فألهمني عملا أبقى به. فألهمه الله سبحانه وتعالى أن يؤلف كتابا في الدعاء. هو مو رجل دين، لا، كاسب. فألف كتابا في الدعاء. الآن إذا تذهبون إلى كثير من البلاد هذا كتاب موجود، وهو باق ببقاء هذا الكتاب. بعدين العمل الخيري يعطيك الروحية، يعطيك الاندفاع، يعطيك الحيوية، يعطيك النشاط. شوفوا الأفراد اللي مهتمين بأعمال الخير ما يبتلون بالكآبة. هاي حالات الكآبة، حالات المرض المعروف الذي يقال له زهايمر، الخرف، اللي هو من الأمراض العجيبة الآن دا ينتشر في العالم. واحد يفقد ذاكرته، حتى في بعض الأحيان ما يعرف شلون يرفع الملعقة إلى فمه حتى يأكل طعام. مرض خطير. الفرد اللي كله في فكر ذاته يبتلى بالكآبة،
يبتلى بهذا المرض، يبتلى بالشعور بالتفاهة، واحد يشعر أنه فد عشب ما إلى أثر في هذه الدنيا، شنو دوري؟ لكن اللي يخدم المجتمع، اللي يركض للمجتمع، اللي إلى أثر، تشوفون دائما في حالة حيوية وحالة نشاط وحالة اندفاع، الله تعالى يتكفل شؤونه كما يتكفل شؤون الآخرين. هو يرحم الآخرين، الله يرحمه. هو يغدق العاطف والحنان على الآخرين، الله تعالى يغدق عليه من عطفه وحنانه. الراحمون يرحمهم الله. لنعيش في ذواتنا كل نفكر في أكلنا وشربنا وبيتنا، لا، شوية أيضا نفكر في الآخرين. هذا في بركة في الدنيا وفيه بركة في الآخرة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بالحسن بالحسين بالأئمة الأطهار.